السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الوحش اللي قدامك اسمه Predator Helios Neo 16 من شركة Acer. في بيئتين أحبها في عالم الجيمينج من قبل شركة Acer، النايترو والبريدتر. Predator ما شاء الله هو اللي يعتبر الهاي اند في الجيمينج مال الجيمينج، وهذا من ضمنهم هذا الوحش اللي يملك تصميم جميل جدا الصراحة، وبتفاصيل يعني بسيطة لكن لها معاني جدا كثيرة. الجهاز كله على بعضه يعني 2.6 كيلو جرام، والسماكة 26 إلى 28 ملي متر. الجهاز ما شاء الله مدجج بأقوى عتاد ممكن تشوفه في عالم الحواسيب. الناس اللي تبغى جيمينج مونتاج، واللي أشوفه صح إنه مخصص جيمينج، لكن الأمانة بتشوف المواصفات بعد شوي، هذا مو بس جيمينج، أنا ممكن أستفيد منه في موضوع المونتاج، أنا ممكن أستفيد منه في موضوع المالتي تاسكينج، ممكن أستخدم 3D أبليكيشن بالراحة مع هذا الجهاز وما يقول لي لا نهائيا. ليش؟ اولا يحمل من يعني معالج من اقوى المعالجات اللي هو الكور i7 13700 HX. هذا يا اخوان يصل تردد المعالج، بس عشان تاخذ فكره واضحه، يصل تردد المعالج الى 5.3 جيجا هرتز. هذا عباره عن بيرفورمانس عد الامنيه حقته 8، والافشنسي عباره عن 12. الثريدز 28 ثريدز ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذا لغة الأرقام تترجم إلى استخدام ثقيل بالراحة، ما راح يقولك لا نهائيا، لأنه قادر على كل التجارب القوية اللي ممكن تسويها مع هذا الجهاز، مو بس موضوع الجيم. يعني احنا ضغطنا عليه في الفارمارك اللي يعتبر أداء اللي يمتص قوة الجهاز بالكامل، وكان ثابت طوال الوقت ما في أي مشاكل. وبرضو استخدمنا فيه السيني بنش برضو عشان نشوف قد ايش ممكن يعطينا في النتائج الارقام، وكان معطينا ارقام جدا عالية جدا. استخدمنا كثير من البرامج الثقيلة، وبالبنط العريض قال يقول لك تعال عطني وش تبي بردود زيادة انا اقدر اتعامل. مزود بالدي دي ار 5، مزود بالان في ام اي، ومزود ايضا بواحد من اجمل كروت الشاشه على حاسوب بهذا المقاس، انفيديا جي فورس ار تي اكس 4060. الان في منه نسخه 8 جيجا بايت، هو النسخه اللي تشوفونها قدامكم، وفي منه نسخه 6 جيجا بايت. راح اترك الروابط كلها موجوده في خط الوصف، لا تشيل همها، فشيك على الروابط الموجوده في خط الوصف في حال انه تبغى نسخه 8 او نسخه 6 جيجا بايت. طبعا الكارت الشاشه نفسه يدعم لك احدث تقنيات بما فيها الادفانس اوبتيموس، واللي للامانه اشوفها تقنيه المفروض كل الشركات خاصه الحواسيب المخصصه للالعاب تستخدم هذه التقنيه بشكل ستاندرد، ما مستحيل يشيلونها. ليش؟ لانه لو انا مثلا قاعد اتصفح او استخدامي جدا عادي ما قاعد اضغط على الجهاز، فابغى يحول بشكل تلقائي الى كرت الشاشه المتصل الخاص بهذا المعالج، فبالتالي قاعد يعطيني ثبات في الاداء للمهام اللي انا استخدمها بشكل طبيعي، وبنفس الوقت يحافظ على عمر البطاريه بشكل اطول. ففكره وجود هذه التقنيه جميله، بل لها فائده جدا كبيره. الشغله الثالثه واللي عزز مستوى ثبات الاداء للسي بي يو والجي بي يو هو ليرو بليد 3 دي فام تكنولوجي. الان شركة ايسر متخصصة بهذا النوع من نظام التهوية، لكن اضافوا نظام التبريد المائي معه، والمراوح نفسها حكاية اخرى. ليش؟ لانه يعني مقارنة بالجيل الرابع النسخة السابقة، في زيادة او نظام التهوية والتبريد صار اكثر يعني كفاءة بنسبة تصل الى 55%. سماكة المروحة فنحيفة جدا، ومع ذلك تعطي اداء جدا عالي. واضافوا برضو حتى مشتتات للحرارة، يعني لما يعني هذا بالتالي يجمع كل العوامل اللي تحافظ على استقرار السي بي يو واستقرار الجي بي يو، فصراحة يحسب لهم قوة. تفتح الجهاز اصلا تلقى شاشة جميلة باستغلال ممتاز مساحة اطار الشاشة وكاميرا 720p. لكن خلينا نتكلم عن الشاشة. اولا شكرا انهم استخدموا نظام العرض اللي هو 16:10، لانه هذا النظام يعطي قابلية استخدام جدا واسعة. اذا كان 16:9 كان على المالتي ميديا وعلى موضوع الجيمنج، لكن في موضوع عرض التطبيقات والتصفح يكون شوي مو مناسب. فانت تعطي 16:10 فمعناتها انت قاعد تدعم كل انظمة العرض اللي ممكن استخدمها في التطبيقات او في التصفح بما فيها الجيمنج بما فيها حتى في موضوع المالتي ميديا. شاشة جميلة IPS LCD، وهذه الشاشة يا اخوان كواد اتش دي، وهذه الشاشة 165 هرتز، وهذه الشاشة ثلاث اجزاء من الثواني بنسبة اضاءة تصل الى 400 نتس.
اجمع هذا في موضوع الجيمنج واجمع هذا في موضوع المونتاج، تعطيك نسب الوان جدا عاليه حتى لو بغيت تحرر الصور والفيديوهات وتبغى الالوان تكون شوي دقيقه، فهذه الشاشه راح تعزز لك من هذه النقطه. والصوتيات الموجوده فيه يدعم الدي تي اس اكس، وهذا يعطيك كاستم كامل جدا في موضوع تعديل الصوتيات. مثلا انا قاعد ابغى الصوت يركز على نظام تصوير منظور اول مثلا، انا قاعد اقول، فهذه الخاصيه جميله جدا، والصوت والشاشه راح يعطيك تجربه جميله وتستمتع فيها على كافه المجالات اللي ذكرناها لكم في البدايه. جاد ما شاء الله تبارك الرحمن مكرمينك في موضوع المنافذ، واحلى شيء واحلى شيء انه حطوا المنافذ الاساسيه اللي فعلا نحتاجها في الجهه الخلفيه، بحيث انه سهل جدا وصول. يعني مثلا منفذ الطاقه ما صار في موضوع الجهه الجانبيه، خلاص خلوه ورا، وهذا اللي انا ابغاه. انا ابغى يكون منفذ الطاقه للباور سبلاي حقه ابغى يكون موجود معاه بس في خطوه ورا، بحيث ما لما اشبك يو اس بي ولا غيره يخرب علي، لا حطينا ورا، وهذا الشيء كويس. اتش دي ام اي 2.1 واثنين من الثاندر بولت 4.0، كل المنافذ المهمه موجوده في الجهه الخلفيه. وزعوا لك المنافذ على الجهات الجانبيه، والله عندك يو اس بي 3.2 الجيل الاول، مايكرو اس دي منفذ الصوت واللي يدعم لك المايك، عندك والله ما شاء الله يو اس بي 3.2 اثنين منهم، واحد جن 2 والثاني جن 2 لكن يدعم لك الديسبلاي بورت. فلو عندك مثلا 100 واط من الباور بانك او غيره يسفها يو اس بي تايب سي برضو ممكن يشحن لك هذا الجهاز، في حال انه مثلا لا قدر الله نسيته، يعني ممكن تستعين بهذه النقطة، فخيار جميل للأمانة، خيار جميل. برضو من ضمن التحديثات اللي راح تلاحظها هو السوفت وير الخاص بأيسر البريدتر سينس 4.0. هذا السوفت وير راح يعطيك خيارات جدا واسعة، يعني مثلا ممكن أشوف إدارة كاملة لأداء واستقرار الجهاز من خلال هذه لوحة التحكم. أنا ممكن أختار المود اللي أنا أبغاه، وكل مود يتغير الانيميشنينج على حسب طبيعة المود، الكوايت مثلا أو خلينا نقول العادي أو الاكستريم أو تيربو إذا والله مرة شغلك ثقيل، فحسب أنت وش تبي المود اللي أنت تحطه راح يضبط الأداء عليه، بحيث أنه يعني ما يحتاج تحط اكستريم وأنت بس قاعد تحط تيربو تصبح وتشوف بعض الفيديوهات، لا ديفولت يوفر لك عمر اطول للبطاريه لو بغيت، او تبغاه هادي جدا ما في ازعاج حطه على وضعيه الكواي. برضو السوفت وير يعني يعطيك خيارات جدا واسعه في التحكم في نظام ار جي بي، طبعا ار جي بي كامل، وتحكم حتى في موضوع اداء المراوح ممكن تتحكم فيه من خلال السوفت وير. اللي عجبني برضو انه اداءه في الشبكه، لانه يستخدم الانتل كيلر دبل شوت برو، وانا قلت اي شيء له علاقه بالانتل في موضوع الواي فاي او البلوتوث خذه وانت مطمن، قلت في كثير من الاجهزه وارجع اقول لك اياها مع هذا الجهاز، لانه هذا الجهاز عباره عن مزيج من الواي فاي 6 اي والبلوتوث 5.1، الكيلر واي فاي 6 ال 1650 اي والايثرنت ال 2600، هذول اذا اجتمعوا مع بعض راح يعطيك شيئين، واحد يعطيك الاداء الاولويه بحيث انه يكون عندك السرعه اللي تحتاجها في العاب الاونلاين، مثلا تصميم منظر اول تبغى تكون الطلقه بنفس الوقت بضغط الزر، انت تحتاج هذا الشيء، فهذا يعطيك الاولويه في الحصول على الباندوث اللي انت تحتاجه. الشغله الثانيه الليتنسي يقل بشكل ملحوظ جدا، فسرعه التحميل مشاهده الفيديوهات وغيره، هذا الاثنين اذا اجتمعوا مع بعض اعرف انه راح تحصل على افضل اداء في موضوع الواي فاي او حتى في موضوع البلوتوث، لانه يدعم البلوتوث 5.1 فما فوق. فواي فاي 6 شيء جميل جدا 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 جميل. فجهاز يعني خلينا نرجع شوي لموضوع التصميم، لانه الصراحه اللمسات اللي مسوينها الشركه جميله جدا، نظام ار جي بي كامل، الكيبورد بمساحه ممتازه مع توفير منطقة كاملة للأرقام، يعني خذ راحتك بالراحة، وعندك غطاء بكواليتي جدا عالي. والجميل في الموضوع هو اللمسات البسيطة، يعني شوف شفرة المورس هنا والأرقام الموجودة هنا، كل واحدة لها دلالة معينة من ناحية الأرقام، من ناحية الرموز، من ناحية الشفرة نفسها اللي حطينا هنا برضو. يعني انا ممكن اتكلم عن التصميم ما خلص، بس لغة التصميم، وانا عجبني الاسود مع اللون الازرق صراحة، عجبني اكثر من الاسود اللون الاحمر، لكن لغة التصميم حقته ونظام التهوية، فتحات التهوية موزعة بشكل ممتاز جدا 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 ممتاز. ما ادري اذا هذا الشيء يهمك او لا، لكن وجود زر الطاقة في الجهة اليمين فوق اريح بالنسبة لي صراحة واسرع بالنسبة لي. لكن عموما ايسر بريدتر هو واحد من السلسلة العريقة جدا في عالم الجيمينج، واللي ما نقدر ننكر قوة هذا الجهاز.
البريدتور هيليوس نيو 16 هو جهاز الناس اللي يبغون مواصفات عالية تصميم وجودة تصنيع عالية وأحدث وأقوى التقنيات اللي تضمن لك ثبات جدا ممتاز من ناحية الأداء. أنا أقول لك خذه وأنت مطمئن. شوفكم إن شاء الله، مع السلامة.